بعدين اليوم احنا ما عندنا دولة في العراق اسمها دولة سياسية ونظام حكم. لا شو اسمها؟ عندنا عصابات تحكم. عصابات. اكيد. الحكومة اللي تحمي نفسها بالدبابات هاي مو حكومة. يعني اليوم انا ببغداد اللي يحكم الميليشيا. يا رئيس وزراء، يا وزير دفاع، يا وزير داخلية. الميليشيات الان هي اللي تحكم العراق؟ طبعا. ميليشيات من؟ ميليشيات ايران. تابعة. شنو ميليشيات؟ من عشان سؤال.